باسم، فهد، فهد باسم، كنا رحتي؟ لا لا لا، ما قدرت احضر. بس كنتي معزومه اعتقد. اكيد كنت معزومه. اي ما رحتي؟ كنا قاعد نصور بالبحرين، سوري، كنا قاعد نصور بالكويت، كان في كل زمان. ما قدرتي تروحي؟ لا للاسف، اعتذرنا من ابو احمد انه وقدر ظروفنا. انزين، ليش ما رحتي عرس عقيل؟ عرس عقيل؟ ما يعني عقيل زميلي، بس ما زميلك كان زميلي. اي يعني مثلا كنا نصور ونطلع كذي بحكم الدراسه، صداقه زماله، يعني زماله بالدوام، يعني نفس الشيء اللي قاعد اقول لك اياه بحكم الشغل والدراسه. صحيح. شلون لما ادش لوكيشن اصور معه كذي، يعني ما بعدين ما قامت تربطني. هو خلص، اي هو كنا خلص، خلص قبلي خلص بعد وكذي، وما قامت تربطني في اي تواصل. بس يعني عادي، ترى وايد ناس تزوجوا وما حضرنا لهم. عادي، انا واحده ما اروح عروس. اي يعني ما عادي، مش كذا ما اروح عروس. ايه عادي، ماخذه موقف انها ما اروح عروس، بس الناس دائما تاول. يعني انا ترى وانا ما احب احضر عروس عموما، يعني اخر عرس حضرته كان اخو فطوم الصفي. اي عاد هذه اختك، انت ما تروحين يرفعون عليك قضيه فرح يعني. اكيد طبعا، لا بالعكس، والحمد لله عدت و حضرنا العرس. اي بس الناس دائما تأول تقول، حتى في فيديو في السوشيال ميديا دز لي على الدايركت، كنت معصبه في اللوبس، تقول انا ما ابي اذكر اسم احد على لساني. اي ما هذا اللي اتكلم عنه، يدشون عندي بالشات يطرون ناس، انت متهاوشه، انت مو غصب، يا حبايبي مو غصب ان انا متهاوشه مع ناس معينه، يطرون وايد ناس، ناس طيبه فيهم توهم معاي بسناب. فشنو اقول؟ قمت اقول لا احد يطري شخص حتى لو انا معاه توني، لا تطروا لي احد. قام ينرفزني، يستفزني، ليش تطروا لي الاوادم؟ انا ما احب احد يطريني. لا تطروا لي احد. انا ما احب اللوكلوك، ما احب اسولف، ما احب، لا تطري لي احد. هم دائما هذه ايش في خلاف؟ انا اسفه، بس انا لما اطلع لايف مو طالعه احش او اذكر فلان او ابدي راي فلان، منو انا ابدي راي فلان؟ يمكن عشان وايد ناس قاموا عندهم استعراض ان انا بتكلم عن فلان، ما عندي الاحقيه ان انا احكم على شخص او اتكلم بشخص، منو انا بالنهايه؟ انا فرح زينه معك، شفت شيء مني مو زين؟ خلاص سوي فولو، باي باي. مثلا على لوبس، هذا ابسط مثال. يعني قولي رايك في فلانه، اما انا ايش دخلني اقول رايي في فلانه؟ فلانة ناجحة ولها الحمد ولها خطها ولها دنيتها ولها، لا منو انا؟ او معنى غلط ترى ممثل أنا يعطي رأي ممثل آخر. انا ما راح ارضى، انا ما راح ارضى ان ممثلي بسني او ايا كان مثلا يقيمني ولا يبدي رايه ولا تشيتش، ما انا هم ما احب، فهمتي قصدي؟ هذا هو، انا ما احب انحط بهذا الموقف، فما احط احد بهذا الموقف، فاتضايق انا عشان شيء اطلع اعصب، اقول لهم لا احد يطري، انا طالعه اسولف معاكم عني، عن شغلي، نسلم على بعض، نسال عن بعض، امور اخرى تخصني انا، ما تخص احد. دائما الناس التاويل هذا يكون مزعج. ما احب انا القيل والقال. وما تحبين تفسرين وتبررين وتعال واقعد انا اقول بس اخر فتره قمت اصك بلوكات في اشياء تنكتب، ليش ما شنو، ليش ما شنو، حتى ساعات في انا حياتي خط احمر في اشياء. شنو مطلوب هم يعرفون عن حياتك غير ان تمثيل؟ قاعد شنو قاعد تشتغلين؟ ما ادري، يعني ساعات في اشياء يعني ما ادري تنكتب تنذكر، انا ما تضايقني يعني خصوصيتي، حتى مثلا عن اهلي، انا حدي اقول سامي خواتي كم احنا، كم عددنا باسرتنا، بس اكثر من كذي ما احب خلاص. انا طلعت، انا اللي انعرفت، انا بالواجهه، مو اهلي، مو مثلا، ولو في شيء يبون يعرفون خواتك شو شكلهم، اما ليش ما تصورينهم؟ ايه؟ ليش كم واحد ما يشوف؟ ولو في شيء خاص فيني ابي اشاركه مع المتابعين راح اقوله دايركت، ما راح يكون خاص فيني انيمور، لاني راح اقوله. انت